بقدم محمود عيد. محمود عيد وعرضيه قويه عاليه، لمسه من حارس على طول مالس، متابعه متابعه طول السد واستلم من بابلو برافو، لمسه تصويبه قويه والهدف جوا الجول جوا الجول. الهدف 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 الاول، تصويبه جميله قويه قربه جايه بالقدم اليمنى بقدم النجم مصعب البطاط عشان يعملها ويولعها ويشعللها. ايوه كده، ولعوها 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 النجوم المتالقين المبدعين الفدائيون يتالقون في هذه المباراه. النجم الكبير الفداء الكبير مصعب البطاط، الله الله الله، تسلمني رجليك وايديك وعينيك. 20 سنه عمره ولكم معظمهم لاعبين شباب. هجمه عدوا في العرضيه، هوب الهدف الثاني، الهدف الثاني جوه الجول جوه الجول، التاني التاني التاني، عملوها تاني وسجلوا الهدف التاني. مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول، دي مش كورة، دي مزيكا، دي مش كورة، دي حلاوة، دي مش كورة، ده جمال منتخب فلسطين. بسم الله ما شاء الله، متقدم متفوق متغلب اليوم على منتخب ماليزيا بهدفين مقابل شيء. بص الهجمة، بص الجملة، بص الروح والعزيمة، بص الجمعية الرهيبة الموجودة اليوم في أداء منتخب فلسطين. اللمسة حلوة من تامر صيام والعرضية رائعة من ماتياس، ومتابعة جميلة جدا عشان يسجل الهدف الثاني بقدم النجم السابح مرعبة، هدف ثاني لمنتخب فلسطين. فرحة ثانية حبيبي مشاهدي في منتخب فلسطين، طبعا رمزي صالح، ولكن هدف التاريخ منتخب فلسطين كل من فادي عتال واشرف نعمان، هم دول هدافين لمنتخب فلسطين. هجمه عدى وفاد المهاره، المهاره والهدف جوه الجول جوه الجول. الهدف الثالث، الهدف الثالث، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، مش معقول مش معقول مش معقول. المهاره موجوده والفنيات موجوده، العب يا فنان، العب يا موهوب، العب يا ساحر، سجل كمان وكمان. بص الهدف وحلاوته، بص المهاره، بص الامكانيات، القدرات كبيره جدا في اداء النجم تامر صيام. عدى من كل اللاعبين، عدى من كل الناس ويحطها بمهاره كبيره جدا بالقدم اليسرى بقدم نجم النجوم، هداف الهدافين، قناص القناصين، جلاد الحراس تامر صيام. هدف مزيكا مزيكا. عدى فات النجم طبعا ماتياس، عدى نجم ماتياس، شوف على كورته ماتياس، هذا هو ماتياس حيزوه، لاعب فلسطيني، المهاره الله على المهاره، عدى فات، عدى منتقل ترى ماتياس والعرضيه والراسيه جوه الجول جوه الجول جول 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 جول. الهدف الرابع، الهدف الرابع، راسيه في شباك مرمى منتخب ماليزيا. ياه 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 ياه، يا على المهارة، يا على الجمال، يا على الروعة، يا على الفنيات الكبيرة. بص شوف لاعبوا نجوم منتخب فلسطين بيعملوا ايه، يتلاعبوا بلاعبوا نجوم ماليزيا. بص المهارة حلوة ازاي والفنيات رائعة ازاي، بص المهارة بلمسة جميلة سحرية من النجم ماتياس، عدى بلمسة حلوة ولعب عرضية، ومتابعة للصار الفلسطيني، متابعة للفداء الفلسطيني براسية جميلة لنجم النجوم. تحضير بالنسبة للاعبوا نجوم فلسطين، لمسه موجوده، انطلاقه موجوده، بعرضيه عاليه من الصيام، خطير راسيه والهدف جوه الجول جوه الجول. الخماسيه الخماسيه الخماسيه، خمسه وخماسه خمسه وخماسه، الراسيه الراسيه جميله من سامح مرعبه، من عرضيه غير عاديه، عرضيه ساحره بقدم من نجم تامر الصيام. بص تغريم ملعب، تغريم ملعب حلوه قوي، وعرضيه ساحره جدا جدا من الصيام، وراسيه بخبره السنين وبخبره السنوات وبخبره النجم الكبير، النجم الكبير سامح مرعبه يسجل مشاهدينا الخماسيه اليوم، خمس اهداف لمنتخب فلسطين في مرمى منتخب ماليزيا. مش ممكن مش معقول، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، مش معقول مش معقول مش معقول، مش معقول هذا الكلام، مش ممكن هذا اللقاء، مش معقول هذا الحوار، قصه وحكايه وروايه. على الارض محمد درويش، ارفع راسك انت عربي، ارفع راسك انت فلسطيني. هجمه على الشمال خطيره، هوب العرضيه والهدف جوه الجول جوه الجول. السداسيه 6 لا شيء
ستة لا شيء منتخب فلسطين. ياه 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 ياه، مش ممكن مش ممكن مش معقول. يا على الهدف، يا على الحلاوة، يا على الجمال، يا على الروعة، يا على كل الجمال في اللقاء. ادي العادة مرة تانية، الهجمة السريعة، الانطلاقة الرهيبة، وادي لمحة برؤية بعرضية جميلة ولمسة على طول بقدم النجم تامر صيام عشان يسجل هدف سادس. ستة لا شيء، ستة لا شيء، ستة منتخب فلسطين لا شيء منتخب ماليزيا. هدف سادس بقدم اللاعب تامر صيام، هدفين للصيام وهدفين لسامح مرعبة وهدف لقلة من خضر يوسف والبطاط. ستة أهداف غير عاديين النهارده. يا علقة وحلاوته.